اهلا وسهلا. ايه مو لا مراكز شو مشان بدنا بنطرون للشاب. شو اسمه بيحاسبك شو اسمه؟ ايه هلا اول شيء بدنا زكاتك بعد اذنك بدنا بنطرون بس يعني بنطرون. ايه على راسي ما شاء الله هو هيك جسمه رياضي بنلاقي ما شاء الله ما بعرف شو بدك يا غامي؟ والله ارجينا شو اللي عندك يعني موجود فيه لا مو هيك في جينز لا جينز في عادي قماش اذا قماش بمعي ايه ايه طلع حلو شو بينبع على هذا الاحمر؟ الاحمر هي صبية انا رح اختار والله انا برايي هذا حيطلع حلو انت اللي تختاري وانا ما بحكي ولا كلام تسلم يا رب تسلم تسلم تفضل اسمنا يا ايه يعطيك العافية اهلا وسهلا شلونك معلم؟ يا هلا عندك جينزات قياسي شي 44 44 ايه على الصيني لما على العربي على الميزورة على الميزورة 44 كثير حلوين المينيكيور على ايدك شو دخلك انت بالمينيكيور؟ بس هيك يعني هي هي الزلمة اذا سمحت يعني شو في شيء؟ بنطرون تمام ها؟ وقف هون تمام هون وقف ايه على هي البلاطة ايه تمام على قياسة بس بده تقصير شو هلا بدنا نقعد نقصر في تصوير؟ ها؟ في تصوير؟ اه كنت توقف على التصوير لكن؟ ايه عنا هلا موعد بشركة عنا فيلم ما اسمعك عنا موعد بشركة عنا فيلم هلا آه تصور هلا لكن؟ ايه يعني هيك ما بنكف لك يا كفة عادية؟ هيك عادية يعني تصوير ايه هيك بس بس بصور وهذا و... ايه هلا عفوا معكم هذا الشاب الدفاع؟ أنا شاب لا مو معنا يا اخي هلا شوف هاي شوف شوي ايه حكى مع المدام زوجته؟ لا مشان شو حكى؟ شو قال لي؟ صار يتغلظ ويحكي حكي ويلطش و فكرته معه لا مو معنا فكرته السائق الشوفير يعني؟ ايه فكرته معه لا وين هذا الشاب وينه؟ ما بعرف انا بدي اطلع هلا لا أنا ما بدي أتشاكل مع حدا إذا شاكلت مع حدا بخليه يندمها لا إن شاء الله أنا إن شاء شو عم أقول لك شو عم أقول لك أنا هلا شو إيه بس زريف البنطلون بس ده تقصير بس شلون هلا هيك بدنا نتصرف لا عندي كثير أنا عندي طقومة بالبيت ما شاء الله ما شاء الله أهلا وسهلا أهلين يا عيني بدي بنطلون شو لونه شو بدك اللون جينز أزرق او انت اسود مثل لابس انت معهم شيء هذا انت 0933 شو هالوقاحه بنقني رقم تليفونه 063 يا اخي 24 ساعه 24 ساعه والله جد اذا بتكون شيء صهر بيت لا اله الا الله مين هالزلمه ها مع هذا الرجال جوا عم بيت ايه والله خلاص هاتي رقم الحاكم انت بس سمعيني مس كول ها اسمع اه حول الله هي الزلمة فيك تحكي معه فيك تناقشه اعطيني بنطلون وقميص بنطلون وقميص شو بدي بنطلون وقميص لا مو هو البيع انا البياع بدي بنطلون وقميص تكرم عينك يا اخي انت مو معكم لا هذا الشاب لا مو معي طبعا لك عيب يا زلمة شو بدك لا مو طول طول تعال لتحت بس لناخذ البنطلون خلينا ناخذ البنطلون راحوا يجيبوا زلمه هن راح يجيب زلمه هو راح يجيب زلمه بدي اياه ما يكون خسره واطي او خسره عادي هلا شو صار معك انت؟ عم بتكف لنا يا يسلموا ايديك ما بدك تشتغل لك يا معلم شوي على السمعه معلم يا روش لا هذا رجال يشتري طلع على برا
لا ماشي بس بدي اخذ بحكي معك. اطلع لبرا رجاء. اشوف هذا. اطلع لبرا. هذا البنطلون. اطلع لبرا. ليه؟ اطلع لبرا. برا ما بدك بيعني؟ لانه هون نحن بمحل عالم. نعم. روح لنتفاهم برا لرجاء. ليش نتفاهم برا؟ طلع لبرا. نتفاهم هون. اطلع لقلك. انا عفوا ما لطشت حدا. اطلع لقلك. انا ما لطشت. شو صار لك ساعة عم تحكي؟ عيب. حكي نازل طالع. عيب يا زلمة. لو قدام يعني في اثنين يعني واقفين. لك عيب يا زلمة. انا عم بغمزك؟ ايه انت. انا عم بغمزك. بدي ذوق والله ما حكيت شيء. بدي ذوق. انا غمست. ايه انت لهلا انا الحمد لله مروق الحمد لله. بس اذا طلعت تجنونه معي بيصير حكي ثاني. خلي ببالك مش مفكرني ماشي مع زلمه مثلك يعني هيك. انا هيك. ايه هيك. شوفي هالشخصيه ماشي مع زلمه حليوه يعني احترم حالك واذا سمحت بكفي. انا محترم. محترم. خليك ساكت احسن. خليك ساكت. لا اله الا الله. شو مخطوبه متجوزه شو 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 دخلك انت يعني؟ بس هيك حبيت اطمن على مستقبلها. تطمن على مستقبلها؟ يا شو انت يعني خريج دكتور علم النفس يعني حضرتها؟ ابن خالتي. ابن خالتي. هذا مين اللي حاسبنا هو ما؟ هو اللي شو اسمه؟ انت اللي حاسبنا فيه؟ لا 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 انا بس هو شو دخله هو؟ حاسبك تكرمي. لمين هو؟ انا بحاسبك لعيونه. فداكم يعني اهل خوتكم شو شو لك علاقه انت بتحاسبه؟ حدا قال لك عم نشحد ولا ما معنا مصاري يعني ولا شو؟ انه انت بنت يحاسب عنك يعني. اذا سمحت يعني خلص انا ما عاد فيني اتحمله. خليه يسو اذا صار منيح عليك. بدك تفوت لجوا شايف؟ خلص لهون وبكفي. لهون وبكفي يعني انا من المؤاخذه. يعني انا لهلا مروق. لهلا رايق انا. بس من تطلع الجنونة براسي ما بعرف لأبي ما بعرف. لا شكله لازم تطلع يعني. أنا ما حكيت. لأنه يعني ما عاد يعني ما بعرفه. إذا سمع شوف شو عم يعمل يعني بحركة. ما يصير هذا حكي. حكينا عربي. أنا ما حكيت. أنا عم بحكي عربي معك. طيب. عم بحكي عربي أنا. أنا ما حكيت. ما بيصير يا أخي. والله سمعتني حكيت. جد ما بيصير. طول بالك. يعني أحترم هي بنت هي. مو متجوزة؟ يعني شو دخلك انت متجوزة ولا مو متجوزة؟ يعني ما انا جاية من الشارع. لا مو جاية من الشارع اكيد. ما بيصير هذا الحكي يا اخي. سكتت. سمعنا شوي. سكتت. عندك قلم ورقة؟ قلم ايه في. على فكرة كثير حلو محلك بياخذ لعقل بجنن. بدك حاجة تسمعك؟ عم لك محلك انا كثير حلو. يعني عن جد راح اتعامل معك بطريقة لازم بقى. لأنه أنا لازم. انا بالنسبة لي معروف عني انسان محترم بس الله يسلمك يا رب. وقت تطلع الجنية براسي لأبي ما بعرفه ها؟ اوعها. معلم خلص البنطلون بدي انت. يلا دقيقة. الله يخليك ما في دقيقة خلص البنطلون. ما عم يكتب هذا الرقم من الألم. هل بني هذا؟ لا عن جد مجنون. روحي انا لا بدي صور وهلا بحكي معك. اكتب له رقم يا معلم وخلص. استاذ خلينا ناخذ بنطلون اخي انت ما خلصت لنا البنطلون. ولا بدي شغل. اذا سمحت شو صار لك؟ ما حكيت شيء انا ما سويت شيء معكم. اخذت ورقة وقلم منك. هاك اعطيني. اعطيني هي. لا ما بدي لا بنطلون وخلص. انا ماني عرفان انه ماني عرفان وينك؟ ماني عرفان انه ما في مالك عرفان. انا ماني عرفان وينه؟ لك بعد هيك. ماني عرفان انه بدي اخذ رقمه وبدي اخذ رقمه. يعني عن جد اطلع لبرا بترجاك لان راح اضربك ها. والله العظيم راح اضربك. والله راح اضربك هلا. فاطلع لبرا واحترم حالك. لا لازم تحترم حالك بقى. احترم حالك بقى. ولحق حالك وفوت بريشك. ولا تخليني اتصرف هلا قدام. ما فيني اطلع لبرا في طول. اطلع لبرا. كبه برا. اطلع لبرا. اطلع لبرا لك. اطلع لبرا. طول بالك. اطلع لبرا. طول بالك. طول بالك. طول بالك. طول بالك. طول بالك. كاميرا خفية ولا شو؟ كاميرا خفية. ماكو كل شي ماكو مقلب حلو جيناكو هلا حبي هلا قلبي يا حلا الضحك وياكو هلا حبي هلا قلبي يا حلا الضحك وياكو شاكو رقمه ببساطة. بتعرف شيء انت؟ ورجع اخده. بتعرف شيء؟ مو انه بعرف انا ما حكيت معه شيء يعني اللي بتعرفها بس ما يعني في هيك ذوق عندك انت ولا لا؟ شو هذا؟ هذا؟ مين هذا؟ شو هي؟ مين هذا الرقم؟ لقيته هون انا هلا. مين هذا الرقم؟ طول بالك طول بالك مين هذا الرقم؟ طول بالك طول بالك طول بالك طول بالك طول بالك شكو ماكو كل شي ماكو مقلب حلو جيناكو شكو ماكو كل شي ماكو مقلب حلو جيناكو هلا حبي هلا قلبي يا حلا الضحك وياكو هلا حبي هلا قلبي يا حلا الضحك وياكو شكو